إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. في الحلقة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم عن الطعام المناسب لمريض الكبد، وعرفنا إن مرضى الكبد ليهم مراحل كتيرة وكل مرحلة ليها الغذاء المناسب ليها. النهاردة هنتكلم عن الغذاء المناسب لمريض الكبد اللي وصل عنده الكبد لمرحلة التليف. التليف الكبدي فيه نوعين، النوع الأول اسمه تليف كبدي متكافئ، يعني تليف كبدي بس وظائف الكبد كلها مستقرة والتحاليل الخاصة بوظائف الكبد بتكون كويسة، يعني تليف كبدي بس الكبد مازال بيقوم بوظائفه كويس جدا وما عندناش أي علامات أو أعراض تدل على خلل شديد في الكبد. الشخص ده اللي بنسميه عنده تليف كبدي متكافئ ما بنمنعوش من أي حاجة في الأكل بتاعه، بنسمح له يأكل كل حاجة عادي بنسب متوازنة وبحيث يحتوي على كل العناصر الغذائية الهامة زي النشويات والدهون والبروتينات والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن زي الفواكه والخضروات. لكن النوع الثاني من التليف الكبدي اللي بنسميه التليف الكبدي الغير متكافئ، وده اللي بيبقى فيه الكبد تعبان مش قادر يقوم بوظائفه كويس، وده بيظهر من تحليل وظائف الكبد، بيعاني فيه المريض من أعراض خلل كبير بالكبد زي استسقاء، غيبوبة كبدية، اصفرار بالعين والجلد، نزيف من دوالي المريء. المريض ده هو اللي بنديله تعليمات ضروري جدا انه يتبعها وإلا هيحصل له مضاعفات، زي مثلا بنقوله لازم تقلل من الملح جدا في أكلك وإلا جسمك هيخزن ميات كتير وتعاني بعد كده من الاستسقاء وتورم القدمين. بننصح كمان مريض الكبد اللي عنده تليف كبدي غير متكافئ ان البروتين الحيواني عنده في الأكل يكون في حدود 100 أو حد أقصى 200 جرام في اليوم علشان يتجنب حدوث الغيبوبة الكبدية، وبننصحه يستبدل البروتين الحيواني في أكله بالبروتين النباتي زي الفول والعدس والفاصوليا، وممكن كمان نستخدم الألبان والبيض والزبادي كمصادر بديلة ومفيدة تعويضاً عن اللحوم والأسماك والطيور اللي احنا مضطرين نقللهم شوية. أما الدهون فمنعها تماماً عن مريض التليف الكبدي خطأ شائع وممكن يعمل ضرر لمريض الكبد، لأن بعض الدهون ضرورية لزيادة مناعة الجسم والمحافظة على جدار خلايا الكبد، فبنسمح بالدهون الصحية، يعني تكون غالبية الدهون من الزيوت النباتية زي زيت الزيتون أو زيت الذرة، وممكن نسمح بنسبة صغيرة من الدهون الحيوانية زي الزبدة مثلا. الحقيقة الاهتمام بالغذاء المناسب والصحي لمريض الكبد مهم جدا لحمايته من المضاعفات، وبيحسن كمان من الحالة العامة والنفسية لمريض التليف الكبدي. دمتم بصحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.